إذن لقد جئنا لهذا المعسكر وهو المعسكر المصري للإغاثة. نحن وزلنا معكم في مدينة درنة ننقل لكم الصور، نقلنا لكم صور الدمار من عدة مناطق مختلفة من مدينة درنة. اليوم ننقل لكم هذه الصور للجهود الإغاثية الكبيرة والحثيثة من الأشقاء العرب لليبيا ومن جمهورية مصر العربية، والتي أرسلت على سبيل المثال إلى جانب العديد من الفرق المصرية التي جاءت للإغاثة، سواء الفرق الجوية أو فرق الإغاثة التي متواجدة في المناطق المدمرة. هذا هو معسكر الإغاثة المصري. هذا المعسكر يستعب حتى 1200 شخص يتم إعاشتهم وإسعافهم في هذا المعسكر. يوجد هنا وحدة إسعاف، يوجد وحدة طوارئ، يوجد مجموعة من الأطباء المتخصصين تقريبا في كل التخصصات الطبية في الجراحة العامة.